السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا بنتكلم عن البرامج العربية الهندسية، ومعانا النهاردة برنامج اسمه برنامج المعين الهندسي. ده طبعا مفيد للمهندسين الإنشائي، يقدر يساعدهم في تفريد تسليح البلاطة والأعمدة والأساسات وتسليح السلالم، وطبعا هو بيشتغل جوه الأوتوكاد وبرضه بيشتغل برنامج مستقل خارج الأوتوكاد. الجميل ان هو موجود لي شرح فيديو كويس، بحيث ان لو حد حابب يتعلمه يبقى سهل جدا في التعليم، والشرح كله موجود بالعربي. البرنامج للمهندسة سميرة علي عبد الله من سوريا، وهسيب لكم الصفحة بحيث تقدروا تتواصلوا معاهم وتحصلوا على البرنامج، لان هو البرنامج متخصص في العمل الهندسي للمهندسين الانشائي، يقدر يشتغل في مشاريع خرسانة متنوعة، ويقدر يعمل تفاصيل لتسليح الكاميرات. والبرنامج ممكن تشغله مع الاوتوكاد داخل الاوتوكاد او بدون اوتوكاد خالص، فان شاء الله يعجبكم. وان شاء الله يعني لو عندكم اي برامج عربية حابين ان احنا نتكلم عنها، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات.